اليوم اجتماعنا يلتئم في إطار جلسة عامة خارقة العادة لإدخال بعض التنقيحات على النظام الأساسي للنادي البلدي العاب القوى، ويتركز بصفة أساسية على يعني الترفيع في عدد أعضاء الهيئة المديرة للنادي البلدي العاب القوى من 7 إلى 9 أعضاء، وكذلك مراجعة معاليم الانخراط سواء للهيئة المديرة أو لعموم المنخرطين في هذا النادي. هذا على مستوى أول. المستوى الثاني هو يعني عندنا جلسة عامة انتخابية تلتئم هذا اليوم، وبتباع هنا قراءة للتقرير الأدبي والمالي وحصيلة يعني السنتين اللي قضيناهم على رئاسة النادي بمعية الهيئة المديرة الحالية، واللي الحقيقة كانت فيهم نتائج يعني مرضية لنادي البلدي العاب القوى سواء يعني على المستوى الوطني، وكذلك هناك نخبة نيرة من أبناء النادي اللي حقوا نتائج على مستوى عربي إقليمي ودولي، وتحققت يعني عديد النتائج المرضية من أبناء النادي البلدي العاب القوى. اليوم جلسة انتخابية، فهمتني، جلسة انتخابية لأعضاء، إن شاء الله مش تعزز قاعدة الهيئة القديمة أما مش تتعزز بثلاثة أعضاء جدد، ومش يرتفع العدد من 7 إلى 10 إلى 9 أعضاء. بالنسبة للنتائج وبالنسبة للفريق السنة، هو امتداد معناها مجهودات متاع فريق كامل من بعد معناها من وقت الثورة. هذا جيل جديد، الجيل اللي طلع هذا هو جيل جديد صغير اللي يمثل توا تونس، وعندنا زوز عدائين معناها من اللي إن شاء الله نقاو موجودين في باريس 2024 في الألعاب الأولمبية، وقاعدين ننتظروا في 3 عدائين أخرين اللي هما معناها زادوا التحقوا 2 مش التحقوا، واحدة معناها رحاب الظهري التحقت بالمحمد أمين الجيناوي في إيطاليا في السنتر متاع توسكانا، ومعها إن شاء الله خالد إبراهيم الجريدي باش يكونوا معناها موجودين 3 هذوما في المركز في نفس المركز، مع الالتحاق العداء اسكندر الجيناوي اللي مش التحق بخوه أمين، اللي هذا كان عنصر وعد، كان عنصر خارق العادة، مشى لفرنسا ما لقاش حظه في الأيامات اللي تعدوا في السنتين الماضيتين، إلا أنه معناها مش يتحول المركز، وإن شاء الله نلقاوه معناها التحق بالمجموعة. بالنسبة للنادي البلدي الأعق وإن طونك معناها عضوة بالنادي ومشرفة على الجوانب الصحية والاجتماعية للنادي، الحقيقة النادي يضم عدد كبير من العدائين، نحاولوا ديما معناتها نتلهوا بيهم، نحاولوا قد ما يمكن نتلهوا بيهم سورتو النخبة منهم. عنا معناها مجموعة باهية من النخبة، بالنسبة للصغيرات حتى الناشئين دينا معناتها فما أنويو اللي قاعدين يخدموا عليه لزونتخينور، مع بيان سور مع الإحاطة الطبية اللازمة، خاطر رأي رياضة الألعاب قوى هي رياضة معناتها شاملة، هي أم الرياضات دونك، والتحضير متاع العداء من اللي هو صغير يبدأ معناتها برشا، نحاولوا لو ماكسيموم نأطروهم سور لو بلان معناها كسوا معناها إيجين دو في، ولا كسوا معناها بيان سور نتابعوهم صحيا إذا كان فما إصابات، وإذا كان معناتها حتى سور لو بلان سورتو الإيجين دو في نحاولوا نثقفوهم لو ماكسيموم، ونحاولوا نتابعوهم عن قرب. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.